طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. كان 15 سنة نعاني، لو مربينا طفل هم صاروا هم لزم الدولة. يا حكومة المو جميلة، يم حجاب بقى السرير المرضى ويغطي الجديلة، يم دماغ الفارغ وناقص علم، ماكو غير الشنه ما عدنا زلم. يا حكومة شقد حقيرة شقد بطيرة، ما دريتوا لا سمحتي كل جمال القائد بصحوة الضميرة، وهم شرط بالقصة صغيرة، وانت دولة وعدها جرعة لكن ولا قطرة غيرة. يا حكومة المهزلة الشعب بيشبتلة وبطلك للنستلة، عمي يا نستلة انتو الويات كلكم أغبياء، ليش غشيتوا شعب كل أبرياء وناس فقرة، ومن نجيتوا كان ضنها انبياء، وكان واحدكم حمامة وكان من يمشي إمامة ومرتدي براس الأحمامة، تار جنسيتي عندكم والقبر كوني للبكم، طاح حظكم وين وصلتوا العراق، وين يلكلكم نفاق، هاي بيريتي بعدهي وعنده موجود النطاق، ومن نقوم تصير ثورة وثورة الجوعان خطرة، العامل من يضيع صبره والفلح عدها مناجل وتنتخب زود السنابل وهي خضرة وهي صبرة، وانتو بالخضرة بعدكم راح اجيكم انا واصحاب المناجل وراح احشكم من جذركم وتنترس منكم مزابل يا مزابل. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. نتحدث في بداية هذه الحلقة حول التنافس بين 10 مرشحين على منصب محافظ نينوى. طبعا هناك مطالبات محلية متصاعدة باستمرار عمل خلية الأزمة التي شكلتها الحكومة الشهر الماضي لتصريف أعمال مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى أو مركز محافظة نينوى شمالي البلاد إلى حين إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري، وذلك عقب فاجعة عبارة نهر دجلة التي خلفت عشرات القتلى والمفقودين. طبعا القوى السياسية المختلفة في المدينة تواصل من داخل المدينة ومن خارج المدينة تواصل عملها ضمن يعني التنافس بحدة على منصب المحافظ بعد إقالة المحافظ السابق نوفل العقوب وإصدار القضاء أمر باعتقاله بتهم فساد، ويتولى حاليا إدارة شؤون المحافظة 3 أشخاص ضمن ما يعرف بخلية الأزمة، ومنح الثلاثة صلاحيات المحافظ وهم قائد عمليات الجيش اللواء نجم الجبوري وقائد الشرطة اللواء حمد الجبوري ورئيس جامعة الموصل مزاحم الخياط، بينما لم يبت البرلمان لغاية الآن بطلب تسلمه لحل مجلس المحافظة المتهم بعض أعضاء بالفساد أيضا، والذي فتح قبل يومين باب الترشح لمنصب المحافظ وفقا كما قال لشروط معينة حتى 24 من هذا الشهر شهر أبريل نيسان. طبعا لغاية يوم أمس الأربعاء وكما أعلن مجلس المحافظة تسلم المجلس السير الذاتية لعشرة مرشحين لمنصب محافظ نينوى، بينما يعد الأقوى بينهم منصور المراعيد الذي يحظى بدعم من ميليشيات الحشد الشعبي. مسؤول محلي في الموصل تحدث بأن التنافس على أشده بين المرشحين للمنصب وكل مرشح مدعوم من جهة معينة، وبين بأن الحشد الشعبي هو الأقوى تأثيرا في المحافظة وفي بغداد، وأنه يمارس ضغوطا على البرلمان وعلى الحكومة لتمرير مرشحيه، وأشار إلى أن الضغوط تدفع باتجاه عدم حل الحكومة المحلية للموصل، لأن حل الحكومة في هذا التوقيت كما قال سيحرمها من فرصة التصويت على المرشح للمنصب. طبعا تسعى تلك الجهات للإبقاء على الحكومة المحلية وعدم حلها بعدما ضمنت أنها ستصوت على مرشح الحشد الشعبي. من جهته أكد النائب السابق عن محافظة نينوى عبد الرحمن اللويسي بأن اتفاقا جرى بين رئيس
هيئة الحشد فالح الفياض ورئيس الحزب الديمقراطي كما قال مسعود البرزاني بشأن منصب محافظ نينوى، وبين بأن الطرفين اتفقا على دعم مرشح حركة عطاء الحشد منصور المراعيد للمنصب، وأكد بأنه وفقا لهذا الاتفاق فإن المراعيد هو الأقرب لتولي المنصب في حال بقاء مجلس المحافظة بسبب امتلاك الجهات الداعمة المقاعد الكافية لتمريره، وكان مجلس النواب قد تسلم طلبا موقعا من نواب محافظة نينوى لحل مجلس محافظة نينوى بتهم الفساد. النائبة عن المحافظة انتصار الجبوري عن محافظة نينوى قالت في تصريح متلفز بأن المجلس غير مؤهل لانتخابات محافظ جديد، وقالت بأنه تم تقديم 120 توقيع لرئيس البرلمان لحل هذا المجلس، وثبت سابقا فساد هذا المجلس ويثبت اليوم فساده، فكيف ينتخب محافظا؟ الجبوري أكد بأن هؤلاء يجب أو أكدت الجبوري بأن هؤلاء يجب أن يحاكموا مرتين، كما قالت بالخيانة العظمى كونهم خانوا تصويت الأهالي لهم وخانوا وضع المحافظة المنكوبة والأموال التي رصدت لها من أجل تقديم مشاريع وخدمات لم تنفذ، وأهالي الموصل يطالبون ومسؤولوها بتسليم إدارة المحافظة لخلية الأزمة التي شكلها كما تقول أطراف سياسية التي شكلها رئيس الحكومة على خلفية حادثة العبارة. معنا اتصال أبو عمر من السليمانية، تفضل أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو عمر، اليوم 10 مرشحين لمنصب محافظة نينوى، ولكن منصور المراعيد المدعوم من قبل الحشد الشعبي هو الأقوى في تولي منصب المحافظ. والله دكتور عمر بصراحة، سلام عليكم أولا. وعليكم السلام ورحمة الله. بصراحة يعني رغم المأساة اللي مرت بها هذه المدينة من تدمير شامل، من سرقات ثرواتها، من قتل أبنائها، من تهجيرهم، من اعتقالهم، من ابتعال تمثيلية معروفة عيني عينك، هاي تمثيلية داعش زين، وتهريب قيادات داعش إلى خارج المحافظة وزين، ويعني وين وصلت بيهم المرحلة بحيث يوصلون إلى هذه أجلكم الله الخسة والدناءة والنذالة، مثل ما قال النائب فايق الشيخ علي، قال ذولا ملاعين الوالدين. أنا ما قلتها، أنا ما دا أقولها من عندي، هو اللي قالها، قال عليهم ملاعين الوالدين. يعني هذا الصراع حول هذا المنصب، يعني رغم هذا الدمار، يعني ما صار عندكم غيرة، يعني ما حد صارت عنده ذرة من الغيرة، ما عندهم، هم مخزولين من الغيرة، من الناموس، من الشرف، من كل شيء مخزولين. فإحنا شو نتوقع يعني بالمستقبل القريب أن يجي محافظ آخر هذه المزايدات على هذه المحافظة بعد دمارها وخرابها؟ وين وصلت بيهم إلى هذه الدرجة؟ سرقة أنقاض هذه المدينة، يسرقون أنقاضها، يعني عينهم حتى على الزبالة اللي هي الأنقاض، أنقاض الحديد، أنقاض البيوت المهدمة، أنقاض يعني والجثث، ويشوفون الجثث تحت الأنقاض هذه وما يشيلوها وما يدفنوها زين، يعرفون إلى هذا الدرجة وصلوا، يا سبحان الله. فأنت أعلم يا سيدي العزيز، والله الله سبحانه وتعالى لن يدعها ولن يتركها لهؤلاء، والله الأيام القادمة الزلازل والعطش دجلة راح ينقطع بعد بالزايد، وين أشوف خلي واحد من هذه العصابات الشيعية يتقرب إلى الموصل بعد ما ينتهي، ويبدي العطش إن شاء الله، يبدي العطش عليكم. هذول عدهم الله سبحانه وتعالى يسترهم، الله سبحانه وتعالى يسخر لهم ناس يجيبوا لهم ماي أكل شرب كل شيء يجيبوا لهم، لكن أنتم منو راح يجيب لكم؟ نعم. زين أبو عمر، المعيار من يصير محافظ غير المفروض وبالعقل، إنه هذا المحافظ قبل أثبت جدارته من خلال إدارة بلدية معينة، إن كان في محافظة نينوى أو في المحافظات الأخرى، استلم مثلا البلدية مثلا بلدية الموصل، القيارة، غيرها من هذه المناطق،
ونجح في إدارة هذه البلدية، عمار بلط سوى خدمات، بعدين يتم انتخابه، المفروض يتم انتخابه مباشرة من قبل جماهير المحافظة إذا هم يدعون الجماعة أنه دولة ديمقراطية، ويلزم محافظ المحافظ، هذا المفروض أنه أثبت جدارته في إدارة بلدية وبعد ذلك يصير محافظ. شو احنا نشوف اللي صاير بالعراق من عام 2003 ولغاية الآن، شو يلزم محافظ ما إلى علاقة، ما إلى علاقة، خلص اتفقت الكتل السياسية، الأحزاب السياسية، الميليشيات على شخص صار بغض النظر، هو تلقى الرجل لا بيشتغل قبيل ولا صار مثلا مدير بلدية ولا عنده أي خبرة في هذا المجال. شنو المعيار اللي يخلي مثلا هذا المنصب المهم والحيوي يجي يلزم شخص ما عنده أي خبرة؟ من يقدموا لنا سرية السرقات تبدي لا أكثر ولا أقل، أما يطلع واحد يبيع شرف براس هذا ذاك، هذا كله كذب. انت عوفك من الدمار اللي صاير بيها والقتل اللي موجود، الانقاض قتل الشهداء تحت الانقاض. انت هذه العباره شنو نتائجها؟ هاي العباره اللي غرقت نتائجها شنو؟ هل تم تعويض؟ شفت التصريحات؟ شفت النباح مالهم؟ اجلكم الله كل كلب ينبحون يدفعون على اهل الموصل وصارت عندهم غيره وما ادري شنو، كله كذب بكذب. فهذا جاي هو مجرد سمسار لا اكثر ولا اقل، يشتغل عندهم يسرق، يقدم لهم اللي يريدوه، يقدم لهم الخدمات اللي يريدوها، الاموال يقسموها فيما بينهم مثل ما فعلها هذا نايف. اجلكم الله جايف مو نايف، هذا جايف العاقوب زين اللي قدم لهم للحج الشيعي، الميليشيات الشيعيه قدم لهم هذه الخدمه العظيمه والجديده بحيث سرق محافظه الموصل باكملها وارداتها خلال هالسنوات هذا، وشارك بدمارها، شارك بدمارها بشكل كبير، ولحد الآن ما حد يعاقبه وما حد يحاسبه، واللي يقول لك هذا ينسجن أو يتعاقب هو كذاب، قسما بالله العظيم كذاب. فلا يقدمون. أنت لو تيجي تقارن بين أردوغان كان رئيس بلدية اسطنبول ثم صار رئيس وزراء ثم صار رئيس جمهورية، ورئيس جمهورية الآن حقيقي، شوف الخدمات اللي قدمها في تركيا، شوف يعني يا سبحان الله، هاي دولة جارة إنه، هاي مو دولة تبعد عنا 1000 كيلومتر 2000 كيلومتر، هاي موجودة، هذا الرجل موجود. أنت شنو اللي يمنعكم من العدل والإحسان إلى الناس وتقديم الخدمات؟ لأنه يعني أنا أعرف ناس كفرة وتناجقة وملحدين ما لنا علاقة بدينهم، لكن إنسان عادل يكون، إنسان عادل. أبو عمر، الموضوع العبارة مثل ما أنت تفضلت بعد ما انتهى زين، بين الحشد متمسك بموضوع الموصل، يعني الحشد بحسب التقارير اللي طلعت بأنه يمتلك أكثر من 30% من الجزيرة اللي صار بيها موضوع غرق العبارة، وهو كان داعم قوي لمالك أو مدير هذه الجزيرة السياحية. اليوم كذلك يدعم منصور المراعيد بحسب جهات سياسية من داخل محافظة نينوى، منصور المراعيد مدعوم بقوة من قبل الحشد وهو اللي راح يفوز. برأيك ليش مكلبين الحشد بمحافظة نينوى؟ والله استاذ هذا اللي تقول عليه مراعيد رعديد ما ادري شو اسمه، خلي اوصفه بهالوصف هذا، هم ليش يدعموه؟ هم اختاروا من عندهم وبيهم، يجوز من طائفتهم، يجوز من حزبهم، يجوز من طائفتهم، وكل شيء احنا ما نعرف شنو اصول هذا، اساسه شنو هذا. لكن العباره انت تتوقع هذول راح يعوضون؟ قسما بالله العظيم ما هي مجرد تصريحات ونباح، هي مجرد لا اكثر ولا اقل، ولا احد يحاسب احد ولا احد يعوض احد. اللي راح في سبيل الله، هذا على الاقل الشهيد يعتبر يشفع الى 70 من اهله، هذا هو. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. اما ما يقدمون خدمات ويقدمون يعني هذه المسائل الاخرى، قسما بالله العظيم فلا يقدموها. ولا شفت واحد عنده غيره من اهل، يعني اقولها بطريح العباره، من اتباع وانصار هذه الاحزاب والميليشيات الشيعيه الايرانيه الصهيونيه، انه قام قال يابا يا اهل الموصل هاي قرصه خبز، هاي كيلو طماطم، هذه المرجعيه الصهيونيه الفارسيه اللي يدخلون بها. ابو عمر، محافظات الجنوب من ضمنها ميسان، وشفنا احنا
الصور تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المساعدات اللي رايحة إلى إيران فايتة بالمي، بالمي اللي غرقت بميسان والمحافظات الأخرى الجنوبية، والجماعة رايحين يودون مساعدات، فالجماعة ما مهتمين لا لابن الجنوب ولا ابن الشمال. أنا أشكرك أبو عمر من السليمانية، كان معنا معنا اتصال أبو بلال من بغداد. فضل أبو بلال. أبو بلال تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا اتصال مع أبو بلال من بغداد. طبعا محافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي تحدث في تصريح له، قال ندعم إدارة خلية الأزمة للمحافظة حتى إجراء الانتخابات المحلية، وأكد بأن الحكومة المحلية باتت غير مؤهلة لاختيار محافظ بديل للعقوب. طبعا تتمسك ميليشيات الحشد بنفوذها في الموصل، وبدأت بتحريك أذرعها من سياسيين ونواب وذوي نفوذ في الموصل في محاولة للسيطرة على منصب المحافظ الذي يعد الضمان الأكبر لها لبقاء نفوذها. نهاية الموضوع، هذا نهاية الموضوع الأول، وننتقل بعد الفاصل اللي راح ناخذه بعد قليل، ننتقل إلى موضوع مشابه آخر إذا ما في اتصالات. عاود الاتصال معنا أبو بلال من بغداد. تفضل أبو بلال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حبيبي أستاذ عمر، شلون صحة؟ حياك الله، يا أهلا بيك، أهلا وسهلا بيك. الله يكرمك أستاذ عمر. يعني بس خليني أربط بالقرآن الكريم، القرآن اللي هو دستورنا، والله سبحانه وتعالى قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، فالقرآن كل شيء مكتوب فيه. نعم. فالله سبحانه وتعالى يقول إن تصبكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم مصيبة يفرحوا بها. فمنطلقا من بركة ونور هذه الآية أستاذ، هل تتوقع هؤلاء المنافقين، هؤلاء المجرمين، هؤلاء الذين نعم أبو بلال ترى طفى من يمكم يمكن الجهاز دي والله. نعم أبو بلال أسمعك الآن، رجع صوتك. نعم ماشي، راح يعيد الاتصال كما قال أبو بلال. خلونا نقرأ بعض رسائل الساب حول هذا الموضوع. يقول أن من يتم اختياره كمحافظ يجب أن تتوفر به الصفات اللي تجي على مقاس الحشد ويخدم مصالحهم وليس يخدم أهل الموصل، وهم مخيمين بالموصل حتى يسرقون النفط ويبيعونه، فكل من يتعاون ويسهل لهم الأمر مرحب به. رسالة يقول فيها، يقول التنافس على منصب محافظ نينوى يأتي بعد فاجعة العبارة، لأن من يتنافسون على المنصب أغلبهم متورطون ومسؤولون عن الحادثة المؤلمة من حكومة مركزية ومحلية بسبب الفساد وعدم حل جميع ما يتعلق بنينوى من وضع مخيمات نزوح وجثث تحت الأنقاض وغيرها من مآسي العراق. يقول عموما ونينوى خصوصا لذلك الحشد هو وكل من هم قائمون على الجزيرة ومستثمرون هم يدعمون منصور المراعيد لأجل منصب محافظ نينوى. أسماء من ديالة، تفضل يا أسماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي إلى المستمعين على القناة. أهلاً وسهلاً بيك. توفيقكم. أهلاً وسهلاً بيك. أهلو. أسمعك أسماء. أهلو. أسمعك واضح. تفضلي. أستاذ بالنسبة لموضوعكم، أتذكر أستاذ عمر قبل فترة شاركت وياك ببرنامج، بهذا البرنامج تكلمت عن أحد أقربائي هو رئيس المجلس المحلي لأحد النواحي في محافظة ديالى. نعم. طبعاً أستاذ عمر اللي حالياً يتكلمون عن الموصل، عن المنافسات بين يعني المحافظ وهاي الشغلات، أستاذ عمر هاي كلها لأجل المناصب والفلوس. يعني إحنا تقريباً هاي أكثر من 10 سنوات أحد أقربائي هو طبعا ما يخلي اي واحد يعني ياخذ منصب اصلا هذا المنصب. يعني ليش؟ لان راتبه كل شهر 5 ملايين ما عدا البوك وهاي الشغلات.
فايش قد تجي فلوس على الخدمات اللي يصير بهاي الناحيه؟ ما يسوي اي خدمه للناس المواطنين في هذه الناحيه، يعني كلها معاناه. فحاليا احنا اللي صار بينا بدياله راح يصير بموصل اكثر استاذ عمر، احنا ما ننتظر شيء او ما ننتظر خير من هؤلاء اللي بيصارعون، هم فقط همهم المناصب، همهم فلوس فلوس الفلوس، يعني شلون يحصلوه؟ فما يسوون اي خدمات للناس. فيعني انا هذا رايي استاذ عمر، بس ما اعرف. نعم. أنا أشكرك أسماء من ديالى كانت معنا. رسالة على الواتساب يقول: للأسف الشديد الذي يحكم الموصل بعد تحريرها هم الميليشيات والدواعش والمسؤولين العملاء الفاسدين الخونة، وأن أهل الموصل مستاءون من تصرفات الميليشيات بسبب تهديداتهم لكافة طبقات المجتمع، حيث تقوم هذه الميليشيات بمصادرة الأراضي العامة والخاصة عن طريق التهديد بقتل أصحاب تلك الأراضي أو عن طريق جلب كتب مزورة من بغداد تؤيد عائدية تلك الأراضي لأشخاص أخرى. وللعلم الميليشيات تقوم بابتزاز المواطنين بإلساق التهم عليهم وأخذ مبالغ طائلة منهم بحجة تسوية أمورهم. يقول: ثق بالله يا أخوان، أنا منتسب في الداخلية، يقول كما يقول في الرسالة: أنا منتسب في الداخلية، أعمل في الموصل يوميا، أشاهد بعيني تصرفات الميليشيات المدعومة من المجلس الأعلى بزعامة عمار الحكيم والعصائب بزعامة قيس الخزعلي وبعض الفصائل الأخرى، بالإضافة إلى الميليشيات الذين يتحكمون بكافة دوائر الدولة. وهناك أمور كثيرة وكثيرة لا تحصى ولا تعد من أفعال الميليشيات الشنيعة. رسالة يقول فيها، يقول: أخي، أكو محافظة بالعراق لها تاريخ مثل محافظة الموصل، لهم ثقافة ولهم دين وشواهد تاريخية، يقول شعبها ينتمي بصدق إلى العراق وليس بشعب منافق ولا دمج، يقول ولكن العراق مبيوع وخانوا أهل تجار الدين والعصابات. أبو حاتم من الموصل رسالة يقول فيها وصلت للتو، يقول: السلام عليكم، تحية طيبة لك ولكل كادر قناة الرافدين والمشاهدين الكرام، حياك الله. يقول: هذه المدينة مستهدفة من قبل هذه الحكومة الفاسدة والفاشلة والطبقة السياسية المسؤولة الفاسدة في هذا البلد، يقول عملها مبرمج وممنهج من قبل الاحتلال الأمريكي الصهيوني الإيراني على يد هذه العصابات في بغداد، وخاصة هذه المدينة أي مدينة الموصل. يقول: ينقذها قائد عسكري من الجيش العراقي السابق من مدينة الموصل، يقول أهل مكة أدرى بالشعب. ها، يطرح الحال، يقول قائد عسكري يقود المحافظة، أهل مكة أدرى بشعابها كما يقول. ويقول: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال أبو راشد من عمان، تفضل أبو راشد. تحية لك، تحية لك أخ عمر. حياك الله، يا أهلا بيك. من طال عمرك، أنا أعتقد منصب المحافظ مو أعلى من منصب وزير الداخلية والدفاع، وخلاص خلال الحكومة العراقية فترات متفاوتة، بأنه هو عدم تنصيب وزير دفاع والداخلية. وكذلك ودي أحول على زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى السعودية، وكان السعودية هي سبب إطاحة النظام السابق في العراق اللي هو نظام القيادة العراقية، وكان محافظ على سمعة السعودية طال عمرك، عدم الاعتداء من تركيا والحوثيين على السعودية خلال الأيام الفائتة. ويعطيك ألف عافية ومشكور. والله يعافيك، أنا أشكرك أبو راشد. طبعا والله تشخيص بحد بوقته وواقعي، أنه إحنا لغاية الآن ما عندنا لا وزير داخلية ولا دفاع، وهذا دائما نتحدث عنه في حلقات برنامج صوتكم، وكذلك وزارة العدل ووزارة التربية. الانتخابات انتهت من شهر 6 2018، وإحنا شهر 4 هم تقريبا راح يخلص 2019، ولغاية الآن الحكومة ما اكتملت، فأكيد الصراع راح يكون على مناصب أخرى كمنصب محافظ نينوى. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم.
يرجى من مشاهدي قناة رافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر سهيل سات وفق التردد الجديد 1730 أفقي، إضافة إلى التردد الحالي على القمر نايل سات 12380 أفقي. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، معنا اتصال ابو علي من كربلاء، تفضل ابو علي. السلام عليكم استاذ عمر، الله يحفظكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. الله يخليكم، مبدعين، الله يرضى عنكم. حياك الله يا اهلا بك. استاذ عمر، لعلت الله على كل طائفي وما يحب للعراقيين الخير. استاذ عمر، انت تفضلت تقول ليش وغيره، ويجب ان يكون مقدم شيء المحافظات. أنا ما عندنا شيء اللي هو طبيعي، المصيبة والكارثة الكبرى أنه الدبلوماسي ما يرمون حتى يحشون، المفروض يمر بمراحل حتى يصير سفير، المفروض بمراحل حتى يصير محافظ. أنا ما عندنا شيء. أكبر شيء المهم اللي يعني إحنا كبير ما أقطل عليكم، اللي شكو إنسان يعني يمثل ويحافظ على مصلحة إيران، يعني بين قوسين المذهب، هاي يعتبروها الأجندة. مثلا عندنا الواحد منفذ صدقوا واعتقدوا يا عراقي، ما يصير مدير ناحية، ما يصير مدير جنسية أو جواز إلا تحت إشراف مجتبى الحسيني الممثل الخامني الولي الفقيه في النجف، وكو هناك مركز يسموه الإعلام أو التبليغ للمذهب، ونفس هذا بقسم، قسم عسكري وقسم تجاري على أساس، ولكن هذا العسكري يروحون يرغبون ذاك الطرف، إما تجي ويانا وتفضل هاي شي تريد، وإذا ما تجي ويانا يصفى باسم المذهب. يعني ماذا راح اجيب مثلا؟ ايران كانت تطمح على كربلاء والنجف والعماره والبصره، هسه خلتهم فرام، قاعد تشتغل؟ تشتغل على الموصل وعلى نينوى وعلى دياله وعلى صلاح الدين. وهذا العقوب او غير العقوب واحمد الجمهوري ابو مازن وغيره كانوا قسم منهم مسجونين، وهو قاعد يدعمهم قاسم سليماني. المساله مو مسألة عراقيين ويستفادوا وغير يستفادوا ويشتغلوا، من يكون ولاء الإيران، من ينفذ أمور الإيران هو يكون محافظ. وحتى محافظ بغداد الجزائري بالأهواز أصلا إيراني وقريب يصير وزير الدفاع الإيراني السابق، ومعروفه يعني معروفه. فأنا اليوم حكومتنا يعني ديكم بالأخير بدون إيران وما يصير إيراني، ما يصير إما أصل إيراني ويخدم إيران، وإما يكون عراقي وهو ولاء الإيران. إحنا ترى هنا مصيبتين يا جماعة، مو يعني هسه هم خلوا المناطق السنية وقاعد يشتغلون، وتشوف اللي بهيت أو مناطق في الأنبار بدأ التبليغ. فإما أن يكون يعني حقيقة، إما تكون تابع إما بالمذهب أو بالولاء أو تقتل، هاي الحقيقة. ماكو شيء اسمه أنه هذا يخدم وهذا ما يخدم، وفعل ما تشاء، وإذا طلع عليك الفساد من اللي حاسبك؟ إحنا من شيئاتنا إلا يعني كل هاي العصائب والكتائب وغيره 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 وباسم الحشد الشعبي، هاي الحقيقة. ولا تصدقون، وتشوفوا شوفوا كل واحد بالخصوص للجنسية الجواز، هاي الأشياء المهمة، تغيير الديموغرافي، تغيير المذهبي، هم قاعد يشتغلون عليه. وإحنا بلدنا فيه ثلاث أنواع هم اللي يدبرون العراق. النوع الأول مستفادين المنافقين باسم العمامة، والثاني لا، مستفاد ما عنده وطنية. ونوع الثالث هذا مخزن، ما يعرف الجاي يصير بالعراق، إما ياخذوه باسم
باسم المذهب وباسم الدين وباسم المرجعيات وراح العراق. هاي الحقيقة وهذا الشرك باطل عليك حبيبي في مالك. أشكرك أشكرك أبو علي من كربلاء كان معنا. طبعا الموضوع آخر متصل بموضوع المحاصصة وتقسيم حصص المناصب. اليوم القوى السياسية تتصارع على مناصب السفراء، يعني هناك كما جاء يقول تسعى قوى السياسية في العراق للحصول على حصص ضمن قائمة السفراء الجديدة التي تقوم بإعدادها وزارة الخارجية، وهو أمر أثار الجدل داخل مجلس النواب الذي تطالب بعض الكتل بحصة الأسد من السفراء، في حين يرى نواب آخرون بأن هذا الأمر يجب أن يناط بوزارة الخارجية. مصادر برلمانية تحدثت حول هذا الموضوع وأكدت بأن بعض الكتل تصر على توزيع السفارات والممثليات الدبلوماسية خارج البلاد وفقا لأوزانها داخل مجلس النواب. عندي 10 تعطيني آني أكثر من اللي عنده 5 مقاعد وهكذا. أكدت هذه المصادر البرلمانية بأن لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان استضافت قبل أيام وزير الخارجية محمد علي الحكيم وناقشت معه المسألة بالتفصيل، وبينت بأن أغلب الآراء ذهبت باتجاه توزيع السفراء والممثلين في الخارج وفقا للتركيبة التي أفرزتها انتخابات 2018 في البرلمان والحكومة، وأن هذا الأمر أثار امتعاض الوزير الذي يعني كما تقول المصادر البرلمانية الذي شدد على ضرورة وجود دور لوزارة الخارجية في التعيينات. معنا اتصال أبو ياسين من ديالة. تفضل أبو ياسين. حياك الله أخي عمر. يا هلا بيك، تحيا ودوم، أهلا وسهلا. يرون سياسيين السنة قبل الشيعة والشيعة قبل الكرد، إن سميكم لصوص واخطأنا في وصفكم، أصبحتم أراذل أراذل القوم تحكمون أسيادكم. يعني اليوم تتعاركون على محافظة الموصل، ليش ما تعاركت على المهجرين، على هذا الدمار، على أبناء محافظاتكم اللي راحت غيبتها الميليشيات، على الحج الكافر التضليلي؟ أين ولدكم؟ أي محافظة هذه؟ هي المحافظة الكبيرة ترى إيران، واللي شفنا شاهدنا العقب من السلم المحافظة هو كان البلد يقول والله على شمال العراق هي تهويكم يا جبناء، لأنه مثل حينا نوفل العقوب طلع وصلح قال يؤسفنا جدا مع الأسف مع الأسف حشا المصريات، قال انجبنا من الدواعش، وهذا هو اللي يخدم إيران يخدم الحكومة هاي الطائفية. أخي اليوم عمر هو اليوم اللي يحط بالتل رقي هو اللي يفيدهم، هو اللي يعبي إيران، هو اللي يجيب إيران، ترى أي واحد ما حد يقدر إلا مو إيران، محافظ صلاح الدين ولا محافظ الجالة ولا محافظ مينوى. شوف هسا الجالة بيد من بيد بدر، بيد بدر هذا طريق مهمن كله منا بالشمال للموصل لسوريا، لأنه اليوم مع الأسف السياسيين الكرد ما معروف موقفهم المن ويانا وعلينا، ومنا كنستأمن الطريق لهاي الحج هاي الميليشيات بكيفها. اليوم هسا الموصل أصبحت غنيمة كلها متحاصصتها، شوف هذا اللي يجي يحطونه يجيبونه بملاءات ينصبونه محافظ حصتهم موجودة، والميليشيات بكيفها يطلع يا سياسيين الموصل أو 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 المحافظات الثانية وطلعوا لسلكم وقولوا حاشوهم قولوا هذا استحقاقنا، أنتوا شين تتدخلون؟ لا، واليوم الساعة جعجعة أمريكا تقول تخليهم على لائحة الإرهاب الحارس الثوري وهذا الميليشيات بالعراق، ليش؟ يعني وهذا شو اسمه نائب الحج الشعبي مهندس المهندس، مو مطلوب لكم دوليا؟ مو انتم قاتلتم فيها مع 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 الحج تقاتلون الناس الكفر قبل ما قتلت داعش، لا انت جبت داعش وانت دخلت داعش الموصل وانت جبت اهل السنه بعد هاي الذريعه مالتكم. نعم. اي عمر، اما موضوع السفراء يا عمر هو منو عندنا خارجيه تمثل العراق؟ هو لو اكو دول المفروض ما يستقبلون اي سفير عراقي، لان هاي نماذج نماذج اللي رضت بالاحتلال هي قد هي قد بلد. اليوم أستاذ هو اللي دمر الخارجية من هو جعفر الغاز جعفر، هاي العذاب هاي العذاب اللي كلهم وحوش همج، والله ما عندهم حس ولا عندهم ولا العراق. تقبل الله العمر أخي عمر، أنا أعطيك موقف عن أنا شخصيتي، مو يعني متملقا ولكن أنا أفتخر به والله يا عمر، أنا شخصيا أنا كان موقفي سلبي مع البعث، ولكن شوف أنا عندي جريمة تلف على النظام السابق على صدام تحت العلم العراقي في مركز الشرطة وخلال الأمن،
ثق بالله العظيم عمر، اصدقائي اللي اقرب الناس هي اقربائي الاصدقاء الشروقيه، والله ما زرني طلعت من السجن، ما جوز وصول، وحتى اقربائي عمامي ما وصلوني، قلت لهم ليش ما تجوني؟ يقول شنو شلت في قدام السجن؟ تمنع عمي مو موظف قدام السجن، فشوف هسه اليوم هذول رقصات البعث هي اسود العراق. ليش هذا اليوم هسه كنا يطلعون على البعثيين والبعثيين؟ والله العظيم انا هسه اصبحت عندي قناعه قال لأن البعثين أقرب شيء إلى الله وأقرب شيء للوطنية، لأن هسه احنا ورا 2003 أصبح العراق مسرح لكل هاي الناس الدكم من إيران وغير إيران، خلي موقف ثابت للعراق، خلي وراكم للعراق يا عراقيين، اليوم يجب على الشعب العراقي ينتفض انتفاضة كاملة يرفض كل هاي السياسيين، شو تجيب أبو إيران تنصب محافظة النينوى أو تنصب محافظة صلاح الدين أو أنت شو اللي علاقتكم؟ عمي ما عندكم سيادة ولا عندكم ولاء. انت ناس ديولة جابتكم الاحتلال، فاحنا اليوم هسه اصبحنا نطالب بثوره لان لازم القضاء على هاي السياسيين اللي ما يمثلون العراق، هذا حال العراق، هذا حال المصري يا عمر، واليوم هسه يتقاتلون مع المصري نفسهم يقاتلون على على مود منصب المحافظ، ليش لا تقلبي غنيمه؟ وين تجيهم هاي ما يصبحون على شاوي جابتها غير من ايران وغير ايران، اللي تجيبها ايران اليوم يا عمر تجيبها ايران تحطها تجيب منها وارد. شفت عندكم اليوم شفت البارحه جعد اعمال مقتدى مال انه تروح الايران مساعدات، وين بس الان؟ يعني انت مضطرات المي طلعتوا قبل منها متوجهين لايران، وظل وراكم الشعب انت العراقي هو اللي اخذ السيول وهاي كلها نظام ايران جابت الناس سيول، شو ما ما ما, ما انت شعبكم؟ خلينا نقول يابا خلينا نقول مثلا مسلمين ايران، خلينا نقول خلينا نسميهم ولو هم برا من المساق، مو شعبكم هؤلاء هاي البصره والميثان اللي راحت المده حتى كله يعني وجود هذا في الحشد يطلع يقول ها هاي مساعدات الشعب، زين هاي راياتكم المحليه بالسياسه شنو؟ اشكرك ده. اشكرك ابو ياسين من ديالى كان معنا. طبعا المصادر البرلمانيه قالت بان بعض الكتل السياسيه لمحت الى انها ستعرقل اي جهود لتعيين سفراء جدد ما لم يتم ارضاؤها، واوضحت بانها اعادت قائمه تضم 28 سفيرا تم تعيينهم في نهاية ولاية الحكومة السابقة برئاسة حيدر العبادي إلى الحكومة لتغيير الأسماء الواردة فيها. عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان عامر الفايز قال بأن مباحثات لجنته مع وزير الخارجية ركزت على أمرين من أجل حسم مسألة 28 سفير التي ردها البرلمان، وأكد في تصريح صحفي بأن الأمر الأول هو أن يكون لوزارة الخارجية الحق بتعيين 50% من السفراء ومثلها للكتل السياسية. لفت إلى أن المقترح الثاني هو أن يكون الترشيح بنسبة 100% من قبل وزارة الخارجية، لأن السفير يمثل واجهة العراق الخارجية وأن عمله يتعلق بقضية مهنية كما قال، وبين بأن هذا المقترح يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء لأن قانون الخدمة الخارجية ينص على حق المجلس باتخاذ القرارات المتعلقة بتعديل النسب. معنا اتصال أبو عثمان من الأحواز، تفضل أبو عثمان. عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. تفضل. أقول عن مسألة سياسيين يحكمهم ميليشيات فيها إيرانية، نعم. نعم. حكومة العراق. طب حكومة إيرانية حبيبي. ميليشيات يعني العراقيين من ضمنهم الحشد الشعبي الذي ما يعني مثل حرس الثوري الإيرانيين الذي حرس الثوري دمروا يعني مناطق يعني من إيران يعني كافة من ضمنهم منطقة الأحواز الذي اجتاحت السيول، ومنا أنه فوق هاي الحشد الشعبي جاي هسه بالأحواز. نعم. ألو. إيش وقت دخل الأحواز أبو عثمان؟ حكومة العراقية حكومة إيرانية حقيقة. نعم. قاعد يعني تحكمها حكومة إيرانية. سياسة يعني مبرمجة من ضمن هذول الملالية يعني ما يخافون يعني من الله لا. باسم الإسلام جو يحكموا باسم الدين وهم بعيدين عن الدين عن الإسلام يعني تماما بعيد. نعم. الله شاهد يعني شعب من شعب الأحواز هسه مجتاحة السيول
لا معونات من ضمن تدريب الهلال الاحمر، قاعد هو الشعب بانفسها الناس استعجال استعجال في شيء. انا من ضمن الشعب حشد الشعب قاعد ودوه من الناس من العراق وجاي في الاحواز قاعد يعني جاي يعني مساعدات يساعد الناس، بس كل مساعدات لا جاي اسلحه جاي دبابات منا هو الشعب منا يعني من حال عليه السيول اضطهاد ظلم يعني اصبحت يعني العراق ضمن ايران يعني ما يفرق العراق قاعد يحكمها ايران. نعم كلها سياسه كلها سياسه من هذول الملاليه وما ظل يعني بكان ما خربوا باليمن سوريا بالعراق يعني ما ظلت منطقه عربيه ما دشوا بها هذول الملاليه. نعم أنا أشكرك أبو عثمان، أشكرك أبو عثمان من الأحواز كان معنا. طبعا الفائز أكد، النائب الفائز أكد وجود اعتراضات من كتل سياسية على مقترح منح 100% للوزارة ترشيح السفراء، وذلك لاعتقادهم بأن السفير يمارس دورا سياسيا ولا بد أن يكون للكتل دور بالاختيار، وأشار إلى استمرار اللغط بشأن قائمة 28 التي أرسلها حكومة العباد. المتحدث باسم الخارجية وزارة الخارجية أحمد الصحاف في وقت سابق تحدث وقال بأن الوزارة وضعت معايير لاختيار المرشحين كما قال، من ضمنها العمر والكفاءة واللغة، وبين بأن عدد المتقدمين للتعيين كسفراء وصل إلى 152 من بينهم قائمة 28 القديمة. أوضح بأن عدد السفارات في الخارج يبلغ 66 فضلا عن 14 قنصلية، وبالنتيجة يكون لدينا 82 موقع يشهد تمثيلا دبلوماسيا. معنا اتصال علي من بغداد، تفضل علي. الو نعم تفضل علي. سلام. وعليكم السلام، تسمعني علي؟ علي يبدو ان هناك مشكلة في الصوت. قبل يعني في الدقائق الأخيرة خلونا نتحدث، بارحة البرلمان أصدر يعني قرار بحظر لعبة البوبجي وألعاب أخرى. هذا الأمر طبعا أثار تأييد وأثار يعني سخط من قبل الشارع العراقي. هناك من أيد هذا القرار لأنه باعتبار أنه يعني خلق بعض المشاكل العائلية وخلق بعض المشاكل بين الأصدقاء، و يعني هناك تسرب من المدرسة ومن الدراسة من قبل طلاب المدارس بسبب لعبة البوبجي بشكل أول. خلونا نقرأ بعض التعليقات حول هذا الموضوع، منها تعليقات ساخرة وتهكمية. هناك من وهو سمير على صفحة شباب التغيير قال أو يعني نزل صورة العراق قبل لعبة البوبجي، نزل صورة دمار مثل ما طبعا صورة تقريبا من الموصل، والعراق بعد ما انحضرت لعبة البوبجي كأنها صورة من سنغافورة أو كذا، يعني متهكما. ضايع مجهول كما أسمى نفسه قال أخيرا سيزدهر البلد ويكون في أول الركب بعد أن عالجوا الخلل، يقول جهود جبارة تستحق الثناء والتكريم. محمد جواد أحمد يقول الحمد لله على كل حال، لعبة بوبجي بالواقع وأمام الحقيقة أكمل. حسن الحقوق يقول إذا البوبجي سبب التحريض على العنف لعد واثق البطاط شنو ينشر، على السعادة ينشر يقول. نعم يقول أو تقول مريم تقول إيه همزين حلوا المشكلة، هاي المشكلة الكبيرة ممتاز. بعشريد هنيان من باشر ناطحات السحاب والمدارس والمستشفيات والحدائق والشوارع والجسور والمصانع والمعامل والزراعة والسدود ومحطات الكهرباء ومجمعات السكن كلها راح تبدي، لأن البوبجي هو كان مانع الخير كله. وليد يقول يقول شباب ترى هالأيام بدأوا يصورون برنامج الصدمة، فما أوصيكم بعد همتكم ارفعوا راسنا، يعني حتى إذا تلقى لك يعني ماعز بالشارع خليها على ظهرك وعبرها للسائل الثاني، يعني قالها متهكما. فهذا الأمر أثار تعليقات كثيرة حول هذا الموضوع. أوكي هي لعبة بها السلبيات
معروفة، يعني السلبيات ليست فقط في العراق وإنما في العالم أجمع، ولكن ردود الشباب وردود الناس يقول هناك كان من الأولى هناك قرارات أن تتخذ منذ سنوات من في البرلمان تحت قبة البرلمان من توفير الخدمات وتوفير الوظائف وحل مشاكل يعني العنف اللي يصير في العراق وانتشار السلاح بيد الميليشيات وغير الميليشيات والصراع والنزاع بين العشائر يعني اللي يحدث في البصرة وغير البصرة من محافظات العراق. فجأة طلع علينا داعش بعد ما كان أنه هو متمركز ومتمكن في مناطق داخل وخارج العراق، كان من المفروض أن تحل مشكلة قبل ما يتم إدخاله وتحميل. كنا نتذكر تقرير اللجنة البرلمانية اللي حملت نور المالكي والقادة العسكري في ذلك الوقت دخول داعش إلى المدن العراقية. كثير من الأمور كان من المفترض أن يتخذ البرلمان قرارات حاسمة تجاه هذا الموضوع. وبعد ذلك يعني أنه البوبجي، طبعا هذا بحسب ردود أفعال الناس، أنا الحمد لله ما ألعب بوبجي ولا منزلها أبدا. أبو حيدر من الفلوجة، أبو حيدر تفضل. السلام عليكم. خير. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. راح انتهي البرنامج، أحب أقول على السريع، أقول أنا والله ما أعرف هل أهل الموصل بزاعة العفوب نعم. لو عزيهم في نفس الوقت إذا راح يجيهم محافظ، إذا راح محافظ حرامي احتمال راح يجيهم محافظ قاتل وحرامي، لأن هذا تابع للحشد. هاي نقطة. وهذا ما ننسى أستاذ عمر نعم. التصريح مال هذا الخنزير وخذها للجار انتقام، قال تحرير الموصل انتقام وثار، فهو احتمال يريد يكمل مسلسل مال انتقام وثار. أخاف ما كفت هاي المقابر، أخاف ما كفت تجدد بعد لحد تحت الأنقاض. هذا الثار ماله راح يخلي محافظ تابع له حشيد، وحتى الأول يباقي الأموال وهذا ذاك يقبض الأموال، وهذا المحافظ الجديد راح يقبض أرواح وأموال، يريد يكمل مسلسل القتل ماله والنهب. فهو ماكو يعني هو شي يجيبون، وأي محافظ اللي يجي تابع للأحزاب نعم. والأحزاب هي كلها قتلة وفازي نعم. وماكو محافظ مين؟ نعم. أنا أشكرك أبو حيدر من الفلوجة، وعذر عن المقاطعة على انتهاء وقت البرنامج. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.